بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي طلبة الصف الأول الثانوي، في حلقة جديدة من حلقات مادة الأحياء، مكملين معاكم في التصنيف وقربنا هم دخلنا على آخر مملكة، المملكة الحيوانية. إن شاء الله نبدأ في الكلام عنها النهاردة. مملكة الحيوان زي ما هتاخد وهنلاقيها مملكة كبيرة قوي، فيها شعب كتيرة وفيها تنوع كتير قوي. هنتكلم النهاردة على بعض الشعب بتاعة المملكة الحيوانية، مش هنتكلم على كل الشعب، هنتكلم على شعبة اسمها شعبة المساميات أو الإسفنجيات، فيها هنتكلم على شعبة اسمها شعبة اللاسعات، هنتكلم على شعبة اسمها شعبة الديدان المفلطحة والديدان الأسطوانية والديدان الحلقية، دول 3 شعب، كل دي واحدة غير التانية. عندنا المملكة الحيوانية بقى يا ولاد مملكة كبيرة أوي وشديدة التعقيد، فيها حاجات كتيرة أوي، فعشان كده فيها شعب كتيرة قوي. بس الشعب كلهم دول هنقسمهم لنوعين أساسيين من الحيوانات. حيوانات بنقول عليهم لا فقاريات، ما عندهمش عمود فقري في جسمهم، وحيوانات تانية بنسميهم فقاريات اللي هم عندهم عمود فقري في جسمهم. طيب عندنا كام شعبة في المملكة الحيوانية؟ عندنا 9 شعب. احنا هنبدأ من الأبسط للأكثر تعقيدا، يعني احنا اول شعبة هنبدأها دي ابسط شعب بتاعة المملكة الحيوانية، اللي بعديها اكثر تعقيد اكثر تعقيدا، وانتوا تلاحظوا كده واحنا بنقول صفة كل شعبة. هنا مش هنتكلم على المملكة بصفة عامة، لان زي ما بقول لكم فيها تنوع جامد جدا، فكل شعبة لوحديها بتتميز بصفات غير الشعبة التانية. ال9 شعب 8 منهم لا فقاريات، والشعبة التاسعة هي الوحيدة اللي تحوي على الفقاريات. طيب ال8 شعب اللا فقاريات ان شاء الله اللي هنتكلم عليهم، احنا لما نبدا هنا عندنا اول شعبه اللي احنا هنتكلم عليها النهارده الاسفنجيات او المساميات، وبعدين اللاسعات، وبعدين هنتكلم على الديدان المفلطحه، وهنتكلم على الديدان الاسطوانيه والديدان الحلقيه. هلاقي عندي كمان في شعبه تبع برضو اللا فقاريات اللي هي المفصليات، ان شاء الله تاخدوها المره الجايه. وفي عندنا شعبه شوكيات الجلد، في عندنا شعبة الرخويات، وآخر شعبة اللي هي تحتوي على عمود فقري أو فقريات اللي هي شعبة الإيه؟ شعبة الحبليات. يبقى إحنا عندنا يا ولاد 8 من ال9 لا فقريات، 9 الوحيدة الأخيرة الحبليات هي اللي إيه؟ هي اللي فيها الفقريات التي تحوي العمود الإيه؟ الفقري. تمام؟ إحنا النهاردة هناخد كام من التسعة؟ هناخد 5، وهيتفضل 4. ايه هما الـ5 اللي هنتكلم عليهم ان شاء الله النهارده؟ زي ما قلت الاسفنجيات، دول ابسط الكائنات الحيوانيه، وبعدين هنتكلم ان شاء الله على اللاسعات، وهنتكلم على الـ3 انواع بتاعه الديدان اللي عندي في المملكه الحيوانيه، وهي الديدان المفلطحه والديدان الاسطوانيه والديدان الايه الحلقيه. نبدا نتكلم على اول شعبه عندنا وابسط شعبه في المملكه الحيوانيه، ألا وهي شعبة المساميات أو الإسفنجيات. المساميات أو الإسفنجيات، الإسفنج ده حيوان، لو بتتفرجوا على الرسوم المتحركة بتاع سبونج بوب، ده اللي هو ده المقصود بيه الإسفنج. هنلاقيها إن هي بتعيش في المي، تركيبها بسيط، ما بتتحركش، بتثبت نفسها على الصخور، غالبا بلاقيها في بحار ومحيطات، يعني مياه مالحه قليل، او ممكن نلاقيها في الانهار بس قليل قوي، الغالبيه العظمى بتعيش في المياه الايه المالحه. ليها اكتر من شكل، ممكن نحس ان هي شكلها عامله زي الانبوبه، او ممكن نحس ان شكلها عامله زي القاروره، عارفين القاروره او الفازه، هي بتشبه شويه شكل القاروره، هي بتبقى ليها شكل، احيانا نلاقيها عامله كده زي شكل القاروره، وتثبت نفسها على ايه؟ على الصخور. بنلاقي يا ولاد ان جسمها مجوف من الداخل، يعني في الجدار كده بس من جوه لاقيين ايه؟ في فراغ مجوفه، الجدار بتاعها مليان ثقوب، في ثقوب كتيره في الجدار، والثقوب ده بيؤدي للقنوات زي ما انتم شايفين الصوره اللي قدامنا، ده سفنج فعلا حقيقي، حيوان الاسفنج حقيقي. عشان كده سميناها المساميات، لان زي عندها مسام كتيره في الجدار بتاعها. التجويف بتاع الجسم ده هو مفتوح بفتحة كبيرة من بره كده، في فتحة في آخره كده هو اسمها الفويهة، يبقى الفويهة دي الفتحة اللي بيفتح بيها الجسم من فوق كده هو. أحيانا بلاقيها كل واحد لوحده، وأحيانا ألاقيها مستعمرات زي الصورة دي كذا حيوان اسفنج جنب التاني.
الجسم بتاعها مش متماثل. يعني ايه مش متماثل؟ يعني ما ينفعش اجيب خط كده اقول النص اليمين زي النص الشمال، ما عندهاش تماثل، او فوق زي تحت، اقسمها بالعرض او بالطول، لا ما عندهاش تماثل. الجدار بتاعها بنلاقي انه بيدعمه احيانا هيكل، بيبقى احيانا في اشواك في بعض الانواع، واحيانا ممكن الاقي برضو الياف في بعض الانواع بتدعم الايه عشان تدي صلابه للايه للجدار بتاعه. يبقى انا بلاقي احيانا ان ممكن يكون فيها اشواك او ممكن يكون فيها الياف او الاثنين مع بعض. معظمهم من نوع الجنس خناس. يعني ايه خنثى؟ يعني الاعضاء الذكريه والاعضاء الانثويه موجوده في نفس الكائن، يعني هي اعضاء التذكير واعضاء التانيث موجوده عندها في نفس الكائن. يبقى الكائن مش ذكر لوحده او انثى لوحدها، لا ده هي خنثى. خنثى يعني عندهم اعضاء التذكير والتانيث في نفس الكائن. تتكاثر جنسيا عن طريق الامشاك، بس في نفس الوقت بتقدر برضو تتكاثر لا جنسيا عن طريق التبرع او عن طريق الايه التجدد. يبقى هي عندها بتقدر تتكاثر جنسيا وبتقدر تتكاثر لا جنسيا. طب لو اضطرت ان هي تتكاثر لا جنسيا هتتكاثر ازاي؟ يا اما بالتبرع يا اما بالايه بالتجدد. طبعا اشهر حيوان عندنا بالنسبه لها هو حيوان مين؟ الاسفنج. تمام، يبقى تاني نجمع المعلومات. هي بتعيش فين؟ في الميه، وغالبا المياه المالحه. هل هي بتتحرك؟ لا ما بتتحركش. إيه شكلها؟ قلنا عامل زي الانبوبه او زي القاروره، تحتوي على ثقوب وقنوات، وجسمها مجوف من الداخل، في فتحه في الاخر بتفتح بيها الجسم. الفتحه دي بنسميها الفويهه. طيب عندها تماثل؟ لا مش متماثله. عندها ذكر وانثى؟ لا، هما اعضاء التذكير والتانيث في كائن واحد، فهي خنثى. تتكاثر ازاي؟ ممكن جنسيا بالامشاك، وممكن لا جنسيا عن طريق التبرع والايه والتجدد. طب ايه المثال اللي عندي؟ حيوان الاسفنج. الله، احنا بنقول حيوان وهو ولا بيتحرك ولا اي حاجه، ازاي؟ احنا من اشهر الحاجات اللي بتميز المملكه الحيوانيه ان الكائنات بتاعتها تستطيع الحركه، ولكن دي ابسط انواع الكائنات الحيوانيه. بس احنا ليه ضفناها يا ترى في تبع مملكه الحيوان؟ ليه ما حطيناهاش تبع مملكه النبات او اي مملكه تانية؟ اولا هي عديده الخلايا، مش خليه واحده. لو تفتكروا اللي كانت وحيده الخلايا اغلبيه المملكه الاولانيه البدائيه البكتيريا، والتانيه اللي هي الطلائعيات. تاني حاجه بنلاقيها كمان ان هي غير ذاتيه للتغذيه، ما عندهاش جدار خلوي، فما ينفعش حتى نحطها. فاكرين الفطريات؟ لو قلنا مثلا ممكن نحطها، لا ما عندهاش جدار وما بتتكسرش زي الفطريات بالجراثيم. فعشان كده احنا دخلناها تبع المملكه الحيوانيه، عشان هي غير ذاتيه يا اولاد، وعلشان خاطر هي متعدده الخلايا، وعشان ما عندهاش جدار خلوي، ولكنها ابسط زي ما بقول لكم شعب المملكه الحيوانيه، وما عندهاش خلايا متخصصه كتير. نبص على الشعبه التانيه، وهي شعبة اللاسعات، برضو حيوانات مائية عايشة في المية. خدوا بالكم الحقيقة أول ما ظهرت ظهرت في الماء ثم انتقلت إلى اليابس. برضو بتعيش ممكن في أفراد، كل فرد لوحده، أو ممكن تعيش في مستعمرات. ما عندهاش رأس، وبرضو على فكرة الإسفنج ما عندوش رأس، يعني ما لقيش الجسم كده مكون من رأس وجسم، لا مش موجود عندها رأس. برضو عندها تجويف اسمه التجويف الوعائي المعدي. طيب عندها الفم بتاعها، يعني التجويف ده هو في الاخر عامل الفم، بدل فكرة الفويهة في الاسفنجيات. الفم ده طالع منه يا ولاد زوائد. الزوائد دي هنسميها اللوامس، وهنعرف اهميتها بعد دلوقتي بعد شوية. الخلايا بتاعت جسمها بتتكون من طبقتين. يبقى الخلايا بتاعت الجسم بتتكون من كام طبقة؟ بتتكون من طبقتين. الطبقة الخارجية فيهم، يبقى أنا عندي طبقة خارجية وطبقة داخلية. الطبقة الخارجية فيهم بتحتوي على خلايا لاسعة. الخلايا اللاسعة دي إيه فايدتها؟ عشان تحمي نفسها، بحيث لو حد حاول يقترب منها تحمي نفسه منه، تحمي نفسها منه عن طريق الخلايا اللاسعة. مش بس كده، دي تقدر تصيد الفريسة بيها. فبنلاقي الخلايا اللاسعة دي كتير قوي في ايه؟ في اللوامس اللي هي طالعة كده هو حوالين الفم. زي ما انتم شايفين مثلا، مثال من الأمثلة عندي حيوان الايه الهايدرا. حيوان الهايدرا هو دلوقتي ايه؟ عايز يصطاد فريسة زي مثلا مين ده؟ هو فاكرين دي ايه؟ دي البراميسيوم اللي احنا خدناها قبل كده في الطلائعيات. يروح مادد واحدة من اللسعات بتاعته يلسعها بيها، ويقدر ايه ويقدر ياخدها يصطادها وايه ويتغذى عليها.
يبقى احنا عندنا اللاسعات هي كمان برضو بتعيش في الميه، ممكن تبقى فرادة وممكن تكون في مستعمرات، جسمها ما عندهاش رأس، الجسم فيه تجويف اسمه التجويف الايه، الوعاء المعدي، الفم حواليه زوائد اسمهم اللوامس. جسمها من كام طبقة يا ولاد؟ من طبقتين. الطبقة الخارجية اللي في الجسم بتحتوي على خلايا لاسعة عشان تقدر تساعدها على الدفاع عن نفسها واصطياد الفرائس، وهتزيد الخلايا اللاسعة دي فين بالذات؟ هتزيد في اللوامس. طيب ايه الامثله اللي عندنا بالنسبه لشعبه اللسعات؟ عندنا الهايدرا، الهايدرا دي على فكره حجمها صغير بنشوفها تحت الميكروسكوب، تمام. وعندنا قنديل البحر، ده اكيد ده ممكن اكيد شفتوه، وممكن في ناس منكم اتلسعوا بيه وحسوا بحته اللسعات وازاي بتلسع كده، حسوا كأن حاجه كهربتكم كده. هوت الناس احيانا كان جات فتره في البحر المتوسط في اسكندريه كده، كان اللي بينزل الميه القنديل احيانا يمسك فيه ويعمل له ايه ويلسعه كده يكهربه عن طريق اللسعات اللي عندنا. عندنا زي شقائق الايه، شقائق النعمي. يبقى احنا شايفين الثلاثه هم يتبعوا شعبه اللسعات، شايفين كل اللي اكتر حاجه مميزاهم الثلاثه اهو، ادي فتحة الفم اهي، وهنا فتحة الفم من تحت، وادي فتحة الفم، وحواليها زي ما احنا شايفين الايه اللوامس. وزي ما بقول لكم ان اللوامس دي بتحتوي على خلايا لاسعة، وجسمها بيتكون من ايه، من طبقتين، وبيتكاثروا جنسيا برضو، هو مش ذاكرها لكم في الكتاب، وبيتكاثروا لا جنسيا. الشعب اللي في الاول بتبقى عندها قدرة للتكاثر الجنسي والايه واللا جنسي. برضو عندنا الهايدرا بتقدر تتكاثر عن طريق التجدد. مبدئيا كده قبل ما ابدا اخش شعب الباقيه، لو في اي مشكله في الشعبتين الاولانيين تقولي كده على الشات، اشوف لو محتاجين اي حاجه في الشعبتين الاولانيين، هل محتاجين اي حاجه ناكد عليها تاني ولا نكمل الشعب الباقيه بتاعت الديدان. عندنا بعد كده هنبدا بقى نتكلم على 3 شعب كلهم عباره عن ديدان، بس هتلاحظوا بقى واحنا ماشيين نقارن ما بينهم، نشوف شكلهم هيختلف ازاي، الجنس بتاعهم هيختلف ازاي. اول شعبه منهم هي شعبه الديدان المفلطحه. قبل ما اتكلم عليها اديني عندي 3 صور من ديدان مفلطحه يا ولاد، دوده البلاناريا اللي في الاول دي، ودي دوده البلهارسيا، ودوده الشريطيه. لو بصينا عليهم يعني انتم ملاحظين كده مبدئيا كده ايه اللي مميزهم؟ في حاجه معينه مميزاهم؟ هل شايفين حاجه معينه مميزه الثلاثه؟ بصوا كده على جسمهم، هم الثلاثه مالوا كده يعني في حاجة معينة انتوا كده شايفينها في البداية من قبل ما ابتدي اتكلم عليهم؟ هل يا ترى في حاجة مميزالي الشعبة دي؟ لا يا فاطمة، شقائق النعمان دي مش زهرة، هو برضو كائن من تبع اللاسعات، ولو بصيتي هو شكله سبحان الله عامل كده اهوت، بس دي لاسعات وبتشوفيها واضحة في البحر الأحمر. لو حد راح بص اتفرج على المية تحت في البحر الأحمر فيها شقائق النعمان بتبقى كتيرة وواضحة، لكن هو شكله كده، هو فعلا زي ما انتم شايفين تحسوا جسمها عامل زي الورق يا ولاد، ملوش سمك كده، ففعلا عشان كده مسمينهم مفلطحه. زي ما انتم شايفين كلهم الثلاثه اجسامهم مبسوطه خالص، مفلطحه خالص، عاملين زي الورقه، ملهاش سمك، ملهاش سمك، كلهم اجسامهم ما عندهاش ايه، ما عندهاش سمك، تمام. لا لسه يا حبيبه دي الحاجات دي هيت احنا مش هنشوف، بس برافو عليكي ان هم ليهم راس، مش عارف كنا لسه التانيين بنقول ما لهمش راس، بس لو بصيتوا على ايدينا كده شايفه ادي الراس اهي، الراس بتاعتهم اهي، ادي الراس اهي، ادي الراس اهي. يبقى بدايه هنلاقي ان الاجسام بتاعتهم مفلطحه، يعني ايه مفلطحه؟ يعني تحس ان الجسم كده كانه مبطوط خالص يا ولاد، يعني ملهوش سمك كده هو، وليهم راس. احنا كنا لسه انه الشعبتين التانيين ما كانش عندهم راس. طيب جسمهم كام طبقه بقى يا ولاد؟ 3 طبقات. فاكرين احنا كان عندنا قلنا ان اللسعات طبقتين؟ لا دول جسمهم 3 طبقات. عندهم تماثل جانبي، يعني ايه عندهم تماثل جانبي؟ يعني لما اجي ابص عليهم من الجنب اليمين، يعني انتوا شايفين البلهارسيا مثلا كده، لما ببص عليها من الجنب اليمين، طب لو قلبتها الجنب الشمال نفس شكل الجنب اليمين، زي احنا كده عندنا تماثل جانبي، النص الشمال بتاعنا زي النص اليمين، صح؟ مفيش اختلاف ما بينهم، يعني لو جبنا خط في النص كده قسمنا هنلاقي الشمال بالظبط، برضو عندنا هنلاقي التماثل هنا هو التماثل الجانبي، يعني الجنب اليمين لو انا جيت قلبت الدوده الناحيه الثانيه هلاقي الجنب الشمال ايه زيها، فعندهم ايه؟ فعندهم تماثل جانبي. طيب معظمهم بيبقوا متطفلين، يعني بيدوروا على كائن حي يتطفلوا عليه وياخدوا الغذاء منه على طول،
والقليل منهم اللي حر. حر يعني هو مش هيتطفل على حد، هو هيحاول يحصل على غذائه بنفسه. طيب ليهم عائلين، هديكم مثال. مثلا البلهارسيا، البلهارسيا لو دخلت جسم الانسان هتعيش في الدم بتاعه وتبتدي تاخد الغذاء من الدم. طيب البلهارسيا لما بتيجي تطلع بقى في الميه بتدور على عائل تاني تعيش فيه، وهي القوقعه، نوع من انواع القواقع كده جوه الميه. ايه البلهارسيا بتعيش فتره في حياتها فيه. فاغلبيه الكائنات المتطفله دي بنلاقي عندها عائل اساسي اللي هي بتعيش فيه فترات طويله، زي مثلا الانسان بالنسبه للبلهارسيا، وعائل وسيط بتعيش فيه فتره معينه من الزمن لحد ما تلاقي العائل الاساسي بتاعها. فاحنا بنقول ان هم متطفلين، ان هم متطفلين على كائنين لانهم عندهم عائلين هيبتدوا يتطفلوا عليهم. والقليل قوي لو لقيناه حر الحركة، حر قصدي المعيشة، هما بيتحركوا يعني، هو بيقدروا يتحركوا جوه الدم، أو لو هما في المية ممكن يقدروا يتحركوا. بنلاقي إن أغلبيتهم خناس، زي برضو فكرة إيه، زي ما قلنا على إيه، على الإسفنج، إن هما مفيش ذكر وأنثى، الأعضاء الذكرية والأعضاء الأنثوية موجودة في نفس الإيه، في نفس الكائن. والقليل منهم اللي نلاقيه منفصل، يعني ممكن نلاقي بعضهم منفصل، ولكن الغالبية بنلاقيهم ايه، خناس. يعني عندنا بالهرسية في ذكر وانثى، ولكن حتى الذكر والانثى بتبقى في قناة احتضان الموجودة فيها الانثى داخل ايه، داخل الذكر. إيه زي عندنا بقى الامثلة المشهورة، دوت البلاراريا اللي هي في الاول دي، ودوت البلهارسيا، والديدان الايه، والديدان الشرطية. الديدان الشرطية دي بتبقى احيانا بتتطفل على الكبد بتاع الحيوانات، بتبقى طولها كبير قوي الديدان الشريطيه يا اولاد، وشكلها عامل زي الشريط. طيب دي بالنسبه للمفلطحه. يبقى تاني المفلطحه جسمها مفلطح، عندها راس جسمها كام طبقه يا اولاد؟ 3 طبقات. عندها تماثل؟ اه عندها تماثل. السفنج كان عنده تماثل؟ لا ما كانش عنده تماثل، لكن دي عندها تماثل ايه، تماثل جانبي. بنلاقيها ان هي اغلبيتها متطفله، وغالبا بتتطفل على كائنين، والقليل منها اللي ممكن يكون حر، ما بيتطفلش على حاجة. أغلبيتها خناس، لكن في بعض منها في عنده ذكر وأنثى، لكن الغالبية العظمى خناس. طبعا الثلاث أمثلة المشهورة اللي عندنا اللي هي دودة البلاناريا، ودودة البلهارسيا، والدودة الإيه، والدودة الشريطية. نشوف تاني نوع من الديدان، وهنشوف إيه بقى التطور اللي حصل. خد بالكوا كل ما بنعلى في اختلافات هتبتدي تظهر عندي. تاني دودة بقى، دودة الديدان الأسطوانية. بصوا جسمها عاملة زي الأسطوانة، تمام، مدببة الطرفين، يعني تيجي الجسم أسطوانة، بس الأسطوانة تيجي تنزل على ضيق، يعني انتوا شايفين في آخر الجسم كده تلاقيها مدببة، يعني هي مش بنفس شكل الأسطوانة، تيجي تنزل على ايه، على أضيق خالص في الآخر، وهنا برضه. طيب هل الجسم متقسم؟ لا مش متقسم، هو حتة على بعضيها، تمام. بنلاقي احيانا ممكن يكون صغير جدا ما نشوفوش الا تحت الميكروسكوب بعض الانواع منها، وفي بعضهم طوال جدا لدرجه ان طولها يوصل لمتر. يبقى احنا احيانا بتبقى صغيره جدا، واحيانا بتبقى طويله، بس طبعا الطويله دي بتلتف يا ولاد كذا لفه، عشان مثلا لو كانت هتكون متطفله ولا حاجه. بنلاقي برضو اجسامها بتتكون من 3 طبقات وذات تماثل جانبي، يبقى هي اشتركت مع المفلطحه ان هما الاثنين برضو عندهم 3 طبقات، وان هم عندهم تماثل جانبي. بس هتزيد بقى حاجه، ان هي هنا عندها قناه هضميه، عندها فتحتين، فتحه الفم وفتحه الايه، فتحه الشرج. هنا برضو بقى وحده الجنس، يعني هنا مفيش خنثى بقى، خلاص احنا بقينا اكثر رقيا. خدوا بالكم لما يبقى في جنسين ده يبقى اكثر رقيا، بقى في عندي ذكر وبقى في عندي ايه، انثى. بتعيش في جميع البيئات، يعني ليها في اكتر ايه، في كذا بيئه. فمثلا ممكن الاقي اللي عايش في الميه منها، ممكن الاقي اللي عايش منها في الطين، ممكن الاقي اللي متطفل على انسان او حيوان او نبات. يبقى احنا دلوقتي هي ممكن تعيش في الطين، ممكن تعيش في الميه، ممكن تكون متطفله داخل انسان او حيوان او ايه، او نبات. زي من اشهرهم كده دودة الايه، ديدان الاسكارس. ديدان الاسكارس دي هي بتعيش، بتتطفل على الانسان، وبتبتدي ايه، وبتبتدي ممكن تأدي تجيب له انيميا وكده، انها بتاخد الايه، الغذاء من الدم بتاعه. ديدان الفلاريا يا اولاد، ديدان الفلاريا دي لو حد اتصاب بيها بتعمل له داء الفيل، يعني عنده رجليه ورمه قوي، حجمها يزيد قوي بسبب الايه، الديدان دي هي لما تتطفل على الانسان
بتسبب له ايه؟ بتسبب له زي تجمع السوائل بكميات كتيره في السقان بتاعته، تعمل له ايه؟ بتعمل له داء الايه، داء الفيل. يبقى احنا عندنا تاني شعبه الديدان الاسطوانيه، زي ما بنقول اللي بيميز الديدان التلاته عن بعض الشكل. اهم حاجه دي الاولانيه كانت مفلطحه، شكلها مفلطح، لا لا دي شكلها اسطواني، الطرفين بتاعتها مدببين مش متقسمه لقطع. الاحجام بتاعتها ممكن تكون صغيره خالص، مش اقدرش اشوفها الا تحت الميكروسكوب، وممكن طولها يوصل لحد المتر. بنلاقيها ان هي مكونه من 3 طبقات، عندها تماثل جانبي برضو، يعني انا بصيت من الجنب اليمين هلاقي زي الجنب الشمال، وليها عندها قناه هضميه. القناه الهضميه بتبدا بفتحه الفم وتنتهي بفتحه الشرج وحده الجنس. بتعيش في اكتر من بيئه، ممكن تعيش في المية، ممكن تعيش في الطينة، بتتطفل على الإنسان والحيوان والنباتات. أحيانا الديدان دي زي الإسكاريس دي ممكن تيجي، لا بتبقى في الطين، وتيجي عن طريق إن الأكل ولا الحاجات دي، وما نغسلهاش كويس والكلام ده كله. زي مثال ديدان الإسكاريس وديدان الإيه، الفلاريا. تالت نوع بقى من أنواع الديدان، وهي الديدان الحلقية. من شكلها كده شايفين جسمها عامل كأنه حلقات 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 حلقات، او زي قطع كده، تكون قطع ورا بعض. واهي دي بتعيش مثلا عندنا زي دوت الارض. دوت الارض دي اللي بيستخدموها احيانا في الصيد، لو حفرته كده مشهوره قوي، لو في اي تربه مثلا طينيه ولا حاجه وقعدت احفر كده، ممكن الاقي ايه، ممكن الاقي دوت الارض موجوده عندي في ايه، موجوده عندي تحت في التربه دي. هي بتحفر انفاق، فهي مفيده للتربه، انها كده لما بتحفر انفاق فبتدخل هواء اكتر للجذع، فهي كده بتساعد اكتر على زياده خصوبه الايه، التربه. يا ولاد دي تعتبر من الامثله الشائعه قوي عندي في الديدان الحلقيه. وعندي العلق الطبي اللي هو صورته تحت ده يا ولاد. العلق الطبي ده بيستخدموه في العلاج احيانا، ده هو متطفل خارجي صحيح، بيقف بيمص الدم بتاع الانسان، بس احيانا هما بيجيبوه في حتت معينه الدم بيكون سيء فيه وعايز يتخلص ولا حاجه، فبيجيبوا العلق الطبي ده بيحطوه علشان يبتدي يمص الدم السيء مثلا في مكان معين في جسم الإنسان. لكن هو عموما هو من النوع الكائنات المتطفلة، ولكن متطفلة خارجية، يعني ما بيخشش جوه الجسم، لا هو من بره الجسم. طيب ايه الخصائص بتاعة الديدان الحلقية يا ولاد؟ هلاقيها اولا هي برضو بتعيش حرة، ممكن تعيش في مية البحار، ممكن تعيش في المية العذبة، ممكن تعيش في التربة الطينية، والقليل منها يعني اغلبيتها حره. يعني ايه؟ يعني ما بتدورش على كائن تتطفل عليه، لكن قليل منها متطفل، بيبقى متطفل خارجي زي ما بقول لكم زي العلق الايه، الطبي. الجسم بتاعها لو بصينا عليها نلاقيه مقسم الى حلقات، وبيبقى غالبا في اشواك مدفونه جوه جلده. الاشواك دي بتطلع وبتساعده على ان هو يقدر يتحرك، يبقى هو جوه الجلد بتاعه فيه زي شوك صغنن كده بيساعده على الايه، على الحركه. بعضها بنلاقيه وحيد الجنس، يعني في ذكر وفي انثى، والقليل منهم بيبقى ايه، خنس. طبعا كل الانواع الديدان اللي احنا بنتكلم عنها دي بتتكاثر تكاثر ايه، ودي تكاثر جنسي طبعا، فدام انا سواء قلت خنثى او حتى وحيد الجنس، بقى عندها اعضاء تذكير واعضاء تانيث، يبقى كده تعمل امشاج مذكره وامشاج مؤنثه، فبنلاقيها ان هي ايه، ان هي بيبقى ايه، بتتكاثر تكاثر ايه، تكاثر جنسي. يبقى احنا شعبه الديدان الحلقيه بنلاقيها ان هي بتكون حرة، او البعض منها بيبقى متطفل، ولو متطفل بيبقى خارجي. جسمها مقسم لحلقات، فيها اشواك. الاشواك دي فين؟ الاشواك دي هي مدفونة في الجلد فبتساعدها على الحركة. بنلاقي ان بعضها بيبقى وحيد الجنس، يعني في ذكر لوحده وانثى لوحده، والقليل اللي هو ايه، الخلف. يبقى احنا عندنا بالنسبة للديدان خدنا 3 شعب، خدنا المفلطحة، خدنا الأسطوانية، وخدنا الحلقية. أما يميزهم هنا المفلطحة جسمها مفلطح، خدوا بالكم من أسمائهم، وهنا جسمها أسطواني، وهنا جسمها عبارة عن حلقات. طيب هنا هوت بالنسبة لنوع التغذية أغلبيتهم هنا هي إيه، متطفلين. هنا ممكن يكونوا متطفلين
وممكن يكونوا حرين. هنا هنلاقيهم المعظم حر، قليل أوي المتطفل، ولو متطفل هيبقى متطفل ايه؟ متطفل خارج. يبقى دول التلات انواع عندي. هنا دي كل اغلبيتها خنثى، هنا واحدة الجنس، هنا في منها ده وده، يعني في منها بس الاقل خنثى، يعني الاكتر وحيد الجنس. عكس ايه؟ عكس لو تفتكروا المفلطحة، المفلطحة الغالبية خنثى وقليل اللي نلاقيه ايه؟ وحيد الايه؟ وحيد الجنس. تمام. التلات شعب بتاعة الديدان فيهم اي حاجة؟ للأسف الجزء بتاع التصنيف ده يا ولاد أغلبيته معظمه فعلا عايزين تمسكوا كل شعبة كده وتعرفوا الخصائص بتاعتها وأهم ما يميزها، لأن أنا السؤال هيبقى من خلال إن أنا أسألك على حاجة مميزة. يعني مثلا لما أقولك مثلا وجدت أحد الديدان وجسمها مقسم إلى أجزاء وبها أشواك مدفونة، مش عارفة تقولي دي حلقية، لا وجدت ديدان شكلها اسطواني مش عارفة بتعيش متطفئة، يعني لازم تبقي عارفين الخصائص يا ولاد بتاعة كل شعبة، علشان بناء عليها نعرف ايه، علشان بناء عليها نبتدي نعرف نصنفها ايه. يعني هو كل الشغل ان هو يشتغل على ان هو بناء من الخصائص ابتدي اعرف اصنف الايه، الكائن الحي اللي قدامي. تمام. في حد حابب يسأل على اي حاجة في الجزء ده؟ هو عايزين نطبق بالأسئلة. أول سؤال عندي بيقول لي إيه؟ أهو زي ما بقول لكم، اكتشف نوع غير معروف من الديدان. نبتدي بقى نشوف الخصائص عشان نعرف هو ده ديدان إيه. هذا النوع له جسم أسطواني. الجسم شكله أسطواني وغششنا كده من أول حاجة، ومتماسك جانبيا، ولقوا عنده جنسه ذكر، يعني وحيد الجنس. طيب أي شعبة من الديدان هتعتقدوا هينتمي؟ يعني هو مغششهاني أصلا، ديدان اسطوانية ولا مفلطحة ولا حلقية؟ ها، لما قال لي إن هو جسم اسطواني وعنده تماسك وكمان وحيد الجنس، يعني هو هنلاقوه ذكر، فيبقى ده إيه يا ترى؟ طبعا من اسمها أصلا اسطواني ومتماثلة، هتبقى طبعا يا ولاد دي الديدان الإيه؟ الاسطواني. السؤال التاني بيقول لي أي الخواص الآتية ليست، وناخد بالنا وليست عاملها بالأسود، أحد الخواص النمطية لشعبة الديدان المفلطحة. يعني أنا دلوقتي إحنا خدنا شوية خصائص، طب مين مش من الخصائص بتاعة الديدان المفلطحة؟ لها جسم متماثل جانبيا، لها جسم مفلطح ورأس، لها جسم مقسم إلى مقاطع واضحة، لها جسم مكون من 3 طبقات. إيه؟ لما إحنا جينا نتكلم على الديدان المفلطحه في صفه منهم من الموجوده دي احنا ما جبناش سيرتها اصلا. طبعا احنا جسمها مقسم، لا مين اللي كان جسمها مقسم؟ الديدان الحلقيه. لكن الديدان المفلطحه لا، جسمها زي ما انتوا شفتوا الجزء على بعضه كده، مش مقسم الى مقاطع واضحه. يبقى طبعا الاجابه هتبقى رقم دي. طيب نشوف السؤال اللي بعده. اهي شقائق النعمان، اهي شايفاها هي شبه الزهره، بس بالزهره سبحان الله اللوامس بتاعتها واضحه اهي. شقائق النعمان دي طبعا من شعبة اللاسعات. ايه الصفات المميزة التي تشترك فيها كائنات هذه الشعبة؟ طب ايه من اكتر صفات انتوا لاحظتوها مميزة الشعبة دي؟ هل ان هي تتنفس لا هوائيا ويمكن ان تعيش في اليابسة او الماء؟ هل احنا قلنا بتعيش في اليابس والماء برضو؟ اجسامها تحتوي على طبقتين رئيسيتين من الخلايا وليس لها رأس، والفم محاط بلوامس، أجسامها مقسمة وكل قسم متصل بزوائد وليس لها رأس، أجسامها مكونة من 3 طبقات رئيسية من الخلايا محاطة عادة بهيكل خارجي. عشان كده بقول لكم إن لازم أبقى مركزة كويس كل شعبة إيه اللي بيميزها. ها أنتوا ملاحظين شقائق النعمان وشعبة اللاسعات بصفة عامة، إيه اللي بيميزها يا ولاد؟ ها إيه اللي بيميزها من دي؟ إيه الصفة كده اللي مميزة عندي من الصفات اللي أنا قايلاها؟ يا ولاد إحنا مش قلنا جسمها فيه طبقتين ما عندهاش رأس والفم فيها لوامس؟ ده اهم حاجه بيميزها لي، هيبقى رقم ايه؟ رقم ب. طيب الصوره اللي قدامي برضو دي الاسفنجيات اللي هي بنقول عليها شعبه المساميات او الاسفنجيات دي. طب ايه الخواص اللي مشتركه فيها الاسفنجيات عن باقي مع بقيه كائنات مملكه الحيوان؟ يعني انتوا فاهمين، مش احنا قلنا الاسفنجيات دي بالذات مش شبه مملكه الحيوان قوي، بس في بعض الخصائص شبه مملكه الحيوان فيها. هل يا ترى ان هي واحدة الخلية وتتكاثر جنسيا، ولا ان هي حقيقية النواة وتتكاثر لا جنسيا،
ان هي متعددة الخلايا وذاتية التغذية، ان هي متعددة الخلايا وغير ذاتية التغذية. برافو عليك يا ياسر. يبقى ايه الحاجة اللي شفعت لها وقلنا لها احنا ندخلك مملكة الحيوان؟ زي حد يعني جايب مش مجموع مش كبير بس قلنا له يلا معلش هندخلك معانا. اه تمام، برافو يا نيرة، برافو يا يمنى، برافو يا فاطمة. طبعا يا ولاد زي ما اتفقنا، هي ايه اللي خلوهم يدخلوها تبع مملكة الحيوان؟ ان هي متعددة الخلايا وغير ذاتية التغذية. يبقى ايه هي الصفة اللي بتميزها؟ ان هي متعددة الخلايا وغير ذاتية التغذية. زي ما اتفقنا هنا ايه اللي بيميز شقائق النعوان واللاسعات بصفة عامة؟ ان هي جسمها طبقتين وليس لها رأس، والفحم الفم محاط بايه؟ بلوائس. السؤال اللي بعده، طيب بيقول لي اي الخواص الاتيه ليست خاصيه مشتركه بين معظم الكائنات التي تنتمي الى مملكه الحيوان؟ ايه الخواص الاتيه مش خاصيه مشتركه بكل الكائنات اللي بتنتمي لمملكه الحيوان؟ يعني فاهمين، يعني الكائنات اللي مملكه الحيوان في مجموعه خصائص مشتركه في اغلبيتها ومعظمها، انا مش بقول لكم في كلها، لكن في خاصيه لا استحالة مش هلاقيها في مملكة الحيوان. الخاصية دي ما لقاهاش أبدا في مملكة الحيوان، ممكن ألاقيها في مملكة تانية لكن مش هلاقيها في مملكة الحيوان. إيه هي يا ترى؟ إيه تعتقد الخاصية؟ برافو يا فاطمة، برافو يا ياسا. لا يا يمنى، هي خدوا بالكم مملكة الحيوان معظمها متحركة، يعني انتوا بقول لكم السفنج ده الاستثناء، يعني هو الغالبية العظمى فيها متحركة، لكن أنا بقول حاجة مش في الغالبية، يعني في كلهم مش موجودة فيهم كلهم. برافو يا مصطفى، هو انتوا ليه الدنيا متلخبطة معاكم؟ اه يعني أنا بتكلم على صفة استحالة، استحالة أي شعبة في مملكة الحيوان تكون موجودة فيها. الناس اللي لسه متلخبطة يا ولاد، شعبة الحيوان حقيقيات نواة متعددات خلايا لكن غير ذاتية التغذية ومتحركين، ما عدا بقول لكم معظمهم، يعني احنا قلنا الاسفنج، الله الاسفنج ما بيتحركش، طب هو الباقي كله ما بيتحركش؟ بقيت من نفس الحيوان كلها بتتحرك، فاحنا بنقول ايه معظمهم، ما عدا ايه بقى دي خاصية مشتركة فيهم كلهم. ما فيش الاقي كائن تبع مملكة الحيوان ذاتي التغذية. ده ذاتي التغذية دي احنا شفناها فين؟ في النبات. يبقى ايه الصفة اللي مش ليست خاصية مشتركة في معظم الكائنات مش موجودة مستعالة عليها في الحيوان؟ ان هي ذات التغذية. تمام، لكن هو الغالبية بتكون متعددة طبعا، كلهم حقيقيات النواة. خدوا بالكم اللي مش حقيقي النواة بس، اللي هي بدائيات النواة البكتيريا، اللي هي اول ايه اول مملكة عندي، لكن كله من بعد كده كله حقيقي النواة. طب بيقول لي اي كائنات الاتيه تعرف بان لها خلايا لاسعه لاصطياد الفرائس؟ يبقى هنا بقى حلو بقى، هو هنا جايب لي امثله مش جايب لي الشعب، فانا عايزه اجمع المثال مع الشعبه بتاعته. هل يا ترى شقائق النعمان ولا البلناريا ولا الاسفنجيات ولا البلهارسي؟ برافو يا ياسر. يبقى انا دلوقتي عايزه ادور الخلايا اللاسعه دي كانت عند مين يا جماعه؟ كانت عند اللاسعات. يبقى انا عايزه افكر انا اللاسعات خدنا فيها ايه يا ترى؟ هل خدنا فيها بلناريا؟ هل خدنا فيها اسفنج؟ هل خدنا فيها بالهارسيا؟ لا طبعا، خدنا فيها ايه؟ شقائق نعمان، خدنا فيها هايدرا، خدنا فيها انديل البحر. يبقى احنا مين اللي فيهم بقى تبع اللاسعات هنا؟ هنلاقيها ايه؟ برافو عليكم، هنلاقيهم ايه يا ولاد؟ شقائق الايه؟ شقائق النعمان. زي ما اتفقنا ايه الخواص ليست خاصية مشتركة، ان هم مش ذاتيين التغذية. أي الخواص الآتية ليست أحد الخواص النمطية لشعبة الديدان الأسطوانية؟ إيه من الخواص دلوقتي؟ إحنا بنتكلم على الخواص بتاعة الديدان الأسطوانية. بصوا كده، في خاصية مش موجودة فيهم، يعني كل الخواص موجودة ما عدا خاصية من دول مش موجودة. خناس، لها جسم متماسك جانبيا، لها جسم اسطواني، لها جسم مكون من 3 طبقات. ايه في ال4 صفات دي؟ لا ديت مش تبع شعبة الديدان. ها هنلاقيهم يا ولاد ان هما زي ما اتفقنا، لا ده وحيد الجنس، يعني في ذكر لوحده وفي انثى لوحده، يبقى ايه ما فيهمش ايه؟ ما فيهمش خناس. طيب فيما ياتي ق،
قائمة ببعض الكائنات الحية وخصائصها الرئيسية. تمام، عندي أولا الهايدرا لها خلايا لاسعة، شقائق النعمان له فتحة واحدة محاطة بلوامس، الدودة الشريطية جسمها متماثل جانبيا، دودة الأرض جسمها مقسم ومتماثل جانبيا، العنكبوت جسمه مقسم إلى جزئين رئيسيين، قنفذ البحر له أقدام أنبوبية يتحرك من خلالها. اذكر الحرفين الخاصين بكائنين الذين ينتمان لنفس الشعبة. يعني الأمثلة اللي أنا قلتها كده في اتنين كائنات هما الاتنين في شعبة واحدة، بالرغم إن أنا قلت ده خاصية مختلفة عندها، بس هما الاتنين أنا عارفة إن هما تبع شعبة واحدة. هل يا ترى ألف وب وواو؟ هل يا ترى ب وب ب وب وجيم؟ سوري قصدي ب وجيم، ده معلش معلش ده الرقم. هل يا ترى ب وواو؟ هل يا ترى ب وجيم؟ هل يا ترى ألف وواو؟ هل يا ترى جيم ودال؟ هل يا ترى ألف وب؟ فطبعا يا أولاد ألف وباء شقائق النعمان والهايدرا. طب لو قلت لكم الاتنين تبع ايه بقى يا ترى؟ ها هما الاتنين تبع ايه؟ ها ما دام احنا عارفين ان هما الاتنين تبع شعبة ايه، عشان كده انتوا اخترتوهم. هما الاتنين تبع شعبة ايه؟ اشمعنى انتوا اخترتوا الف وباء الهايدرا وشقائق النعمان؟ عشان هما الاتنين بيتبعوا لي بشعبة ايه؟ احنا حطيناهم هما الاتنين تبع شعبة ايه؟ هما تبع شعبة الايه؟ اللاسع. السؤال اللي بعده بيقول لي اي الخواص الاتية تنطبق على شعبة الديدان الحلقية؟ برضو نفس الفكرة، نبص كده ونشوف مين فيهم يتبع للديدان الحلقية. هل أجسامها تحتوي على عمود فقري مكتمل؟ هل ليس لها جهاز عصبي؟ أجسامها مقسمة إلى حلقات واضحة أو أقسام؟ لها هيكل خارجي مقسم إلى مقاطع واضحة؟ إيه أكتر صفة أنتوا شايفينها هي دي تنطبق على شعبة الديدان الحلقية؟ ايه الخاصية اللي منطبقة على شعبة او مميزة لشعبة الديدان الحلقية؟ وطبعا اجسامها مقسمة لحلقات، تمام، يعني مش مقاطع، لا هي حلقات واضحة. تمام، يبقى ايه اللي بيميزها؟ ان اجسامها مقسمة لحلقات. طيب سؤال رقم 10 بيقول أي العبارات الآتية تصف الفرق الرئيسي بين الفقاريات واللافقاريات؟ أنا ده السؤال لما إحنا كنا بنقول في الأول خالص، أنا بقول لكم إن إحنا عندنا 8 شعب لا فقاريات وآخر شعبة هي اللي فقاريات. طب يا ترى إيه اللي بيميزهم عن بعض؟ هل لا يحتوي جسم اللافقاريات على عمود فقري ويحتوي جسم الفقاريات على عمود فقري؟ يحتوي جسم الفقاريات على هيكل خارجي ولا يحتوي جسم اللافقاريات على هيكل خارجي؟ ولا لا يحتوي جسم الفقاريات على جبل ظهري ويحتوي جسم اللافقاريات على حبل ظهري؟ لا يحتوي جسم الفقاريات على عمود فقري ويحتوي جسم اللافقاريات على عمود فقري. هيا يا ولاد ايه يا ترى اللي انتوا شايفينه الفرق الاساسي ما بين الفقاريات واللافقاريات زي ما قلنا في البدايه خالص، وايه اللي فرقهم عن بعض؟ هما طبعا يا ولاد ان هما الفقاريات لا يحتوي على عمود فقري، قصدي اللافقاريات لا تحتوي على عمود فقري، والفقاريات هي اللي فيها ايه؟ فيها عمود فقري. السؤال رقم 11، السؤال رقم 11 دوت انا عايزين نختار انهي اختيار جايب الثلاث ديدان وكاتب الصفات بتاعتهم صح يا ولاد. يعني انا عندي الديدان المفلطحه والاسطوانيه والحلقيه، بصوا كده شوفوا لي مين اللي جايبهم الثلاثه وجايبهم صح. هل يا ترى الف ولا باء ولا جيم ولا دال؟ جايب لي الثلاثه وجايب لي التلاتة صح. السؤال رقم 11، ايه اللي جايبهم لي صح؟ مقسم لي التلاتة صح. السؤال رقم 11، هنلاقي فعلا الديدان المفلطحة أجسامها مفلطحة وبتكون خناس عادة، الأسطوانية أجسامها أسطوانية وبتبقى ذكور وإناث، الديدان الحلقية بتبقى أجسامها مقسمة ويمكن أن تكون خناس وممكن أن تكون ذكور أو إناث. إحنا كده النهاردة اتكلمنا على 5 شعب من شعبات المملكة الحيوانية، الإسفنجيات أول شعبة وأبسطهم اللي قلنا إن هي بتبقاش ما بتقدرش تتحرك وتبقى مثبتة نفسها وبيبقى فيه ثقوب في جسمها، اللاسعات اللي بيميزها إن هي عندها فم فيه حواليه لوامس وعندها خلايا لاسعة، الـ3 أنواع من الديدان اللي زي ما احنا شايفين المفلطحة والأسطوانية والحلقية،
مفلطحة دي جسمها مفلطح وبتبقى خناز غالبا، وبتبقى غابتها متطفلة. الاسطوانية ده جسمها اسطواني وحتة الجنس، وفي منها اللي حر وفي منها المتطفل. الديدان الحلقية اللي جسمها كان بيتكون من حلقات وكانت يعني بالله وحتة الجنس، واحيانا بتبقى خناس، وحتى لما بتبقى متطفلة بتبقى تطفل خارجي. تمام، في رابط امتحان على الخمس شعب اللي خدناهم النهاردة، ندخل عليه وربنا يوفقكم ان شاء الله. هنكمل بقية الشعب ان شاء الله يوم الخميس والاسبوع القادم. مع تحياتي سهى عبد الرحمن وتحياتي الاستاذة ايناس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.